السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في قناة شاكب راكب هنتكلم عن الفرن الكهربي ماركة فريش، الموديل بتاعه FR45R. الفرن ده فرن عملي جدا، حجمه كويس، سعره كويس جدا، جودة تصنيعه ممتازة من شركة كبيرة زي شركة فريش. الفرن ده بينزل بضمان 2 سنين من تاريخ الشراء. محتوياته بتكون عندنا في الصينية المستطيلة، بتتحط تحت أكس الجريل، وكمان موجود الرف الشبكي اللي ممكن نحط عليه الحاجات اللي عايزين نشتغل عليها. الشكل الخارجي شكل مميز جدا، ويعتبر شكله جميل وسهل في الاستخدام. مكوناته بيكون عندي أول حاجة العداد بتاع الحرارة الخاص بدرجة حرارة الفرن، بيتراوح من 100 ل 250 درجة. بعد كده بيكون عندي السليكتور بتاع الأوضاع. أول وضع بيكون وضع السخان العلوي والمروحة الخاصة بالشواية. تاني وضع بيكون السخان العلوي فقط. الوضع الثالث هو تشغيل الشواية فقط. الوضع الرابع الشواية والفرن أو السخانات السفلية. الوضع الرابع هو بيشغل الشواية والسخان العلوي والسخان السفلي. تالت حاجة معانا هنا هي التايمر الخاص بالجهاز. التايمر ده بيتراوح من 0 لحد 90 دقيقة. ممكن نظبطه 15 دقيقة، 30 دقيقة، 45 دقيقة، 60 دقيقة، و75 دقيقة، و90 دقيقة، زي ما انا عايز. وكمان ممكن اعمله على وضع التشغيل المستمر عن طريق ان انا بحوله لجهة اليسار، بيبدأ يشتغل الفرن على التشغيل المستمر، او ان انا برجعه لوضع الصفر تاني واعمله لتايم معين زي 15 دقيقة، ويبتدي الفرن يشتغل للمدة دي. طبعا عشان اشغله بحدد التايم، بعد كده ببدأ اختار وضع التشغيل المناسب ليا، سواء اول وضع او تاني او اخر وضع زي ما انا عايز، واختار درجة الحرارة اللي انا هشتغل عليها او اللي محتاجها للحاجة اللي انا هسويها جوه الفرن. طيب، المكونات بتاعت الفرن زي ما احنا شفناها، الفرن نفسه، وبعد كده بلاقي عندي الاكس الخاص بالجريل اللي ببدأ اعلق فيه الحاجات اللي هنشويها او اللي هنسويها، وده طبعا ليها الوضع بتاعها اللي هي بتكون موجودة، بختارها من السيليكتور. تاني حاجة عندي الرف الشبكي، رف كويس وعملي، واخد زاوية كويسة وواسع، ان ممكن احط فيه اي صينية انا محتاجها. وعندي الصينية المستطيلة، ودي صينية خامتها كويسة جدا ووزنها كويس، واكيد ده هيفرق معايا في توزيع الحرارة. بقدر ان انا احطها تحت الحاجة اللي بسويها او اللي بشويها، بحيث ان انا سواء اسوي فيها او ان هي تجمع السوائل اللي بتنزل من الحاجة اللي بشويها. نبدأ دلوقتي نركب الحاجة ونشوف هنقدر نعمل بيها ايه. دلوقتي هنبدأ نحط المحتويات الاكسسوارات الخاصة بالجهاز. اول حاجة بركبها، بحط الصينية المستطيلة الرف السفلي خالص علشان نجمع عليها السوائل اللي بتنزل. بعد كده بركب الاكس الخاص بالجريل، ببدأ ادخله من الشكل اللي بيكون عندي مستطيل كده، ببدأ اركبه الاول في الموتور، وبعد كده بعلقه على الحامل من الناحية التانية. اخر حاجة ممكن احطها ده الرف الشبكي اللي انا ممكن اركبه في اي مكان انا محتاجه، بس انا يعني بصفة مؤقتة هنحطه على اول مكان. طيب، عشان نعرف الساعة ان هي مناسبة لينا ولا لا الخاصة بالفرن ده، هنشوف مثال على صينية. مثلا عندي صينية هنا حجمها يعتبر حجم كبير، 32 سنتي القطر بتاعها، وهبدأ احطها في الفرن. طبعا
تتحط بكل سهوله جوه الفرن، وده يعتبر حجم عملي جدا وما بياخدش حيز كبير في المطبخ بتاعنا، ونقدر ان احنا نستخدمه في كل حاجه محتاجينها. ممكن احط اكتر من رف بحيث ان انا اسخن اكتر من حاجه في نفس الوقت. وطبعا كلنا شايفين حجم الصينيه المستطيله اللي بيقدر الفرن انه يتعامل معاها، حجمها كبير، ممكن استخدمها في حاجات كتير جدا وعمليه جدا. طبعا ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونعمل سبسكرايب للقناه، وشكرا جزيلا.